تحية طيبة، إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير محمد. مساء الخير في عناوين المسائية. طول عمرهم يطلعوا لعنا ونروح لعندهم. ترحيب باستكمال تنفيذ الخطط الأمنية في طرابلس، والجيش والقوات الضاربة في شعبة المعلومات يواصلان انتشارهما في جبل محسن والتبانة. الأسبوع القادم بعد الجمعة بدأ تقرر سلسلة الرتب والرواتب. الأضراب يشل الإدارات والمدارس، ومجلس النواب يقر قانون المياومين معدلا ويمدد إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع. هجمات متتالية في محيط جامعة القاهرة، جماعة الأخوان تندد وواشنطن تصفها بالجبانة. ما خلت تحركات المطلبية العمالية والطلابية المواكبة للجلسة التشريعية والتي أنتجت حلا لقضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، فإن عقارب ساعة البلد مربوطة على الخطة الأمنية والتي بدأ تنفيذها في عاصمة الشمال طرابلس، لا سيما في أحياء جبل محسن وباب التباني. هذه الخطة يتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية منها الأسبوع المقبل في البقاع الشمالي، وهي تزامنت مع انعقاد جلسات لمجلس الوزراء قد تفلح الجلسة المنعقدة من إجراء سلسلة تعيينات تطال 10 مواقع رئيسة في الدولة، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أبرزها مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص. وسط ترحيب الأهالي، تستمر القوى الأمنية والعسكرية تنفيذ الخطط الأمنية في باب التبانة وجبل محسن. ربيع شنطف جال في التبانة والجبل وعاد بهذا التقرير. نحن نقف الآن في جبل محسن. الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا. الجيش يتابع تنفيذ خطته الأمنية وسط ترحيب من المواطنين، أكان من باب التباني أم من جبل محسن، وقد بدأ المواطنون بزيارة بعضهم البعض. ما كان مستحيلا منذ أيام بات اليوم أكثر من ممكن. هنا في جبل محسن زوار من باب التباني، واستعادة لأيام أمضاها أهالي المنطقتين قبل جولات العنف. حضرتك منين؟ تبني. حضرتك جبل محسن. أنتوا رفقة مع بعض؟ من الأول. قد ايش لكم شايفين بعض؟ شي 2-3 سنين. وهلا اليوم التقيتوا يعني؟ الصلحة الحمد لله، مش الحال منحلت كل الأمور، والله خلينا الجيش والله يخلينا بعض، نحن كلنا جيران وأهلنا كلنا قريبين والحمد لله مريض على خير ونحن الله يحميك. ونحن نتشكر كل واحد ساهم بالصلحة. أنت منين جاي؟ تبني. كيف طلعت على الجبل؟ ما خفت؟ لا ما بخاف الا من الله. طب شو صار هلا يعني تزبطت الاوضاع؟ الحمد لله. طول عمرهم يطلعوا لعنا ونروح لعندهم. اللي اصحاب كثير من التباني. انا امي من التباني وابي من الجبل ونحن اهل واخوه باسر الله. في شوارع باب التباني تغيب السواتر والدشم، وتبدو الفرحه على وجوه المواطنين الذين يرحبون بالخطه الامنيه، لكنهم يدعون الى تحقيق العداله. اتمنى انه يتاخذ حقنا من اللي عمله هيدي القصه بين الجبل والتبانه. لحديت الان ما في شيء، ونحن بنرحب بالخطه الامنيه اللي صارت، والجيش بنكرر هذا الموضوع انه هن اهلنا واخواتنا. شعب الطرابلسي ملتحم والحمد لله، اخذ قرار رايق وقرار حكيم بالدوله لانه اخواتنا واهلنا. بس ولكن دم الشهداء هالتفجير اللي صار، الله اكبر عليك يا رفعت عيد وامثاله، اللي هن يجيبوا لنا تفجيرين على التقوى والسلام، هيدا وين صار مصيره؟ وين الملف؟ القوة الضاربة في شعبة المعلومات اتخذت مواقع لها إلى جانب الجيش في جبل محسن، كما سيرت دوريات في باب التباني، فيما استمرت المداهمات واستمر توقيف المطلوبين. وللاطلاع على أوضاع الأهالي والإجراءات الأمنية، زار النائب محمد كبارة والشيخ سالم الرافعي والشيخ زكريا المصري باب التباني. وأشار كبارة إلى أن الانتشار الأمني في طرابلس نفذ بالتوازي والتوازن. ومن الشمال إلى البقاع، حيث لقي مواطن سوري حتفه جراء سقوط 4 صواريخ على بلدة اللبوي البقاعية مصدرها الأراضي السورية.
صواريخ جديدة تستهدف الأراضي اللبنانية، وهذه المرة 4 صواريخ تسقط على بلدة اللبو البقاعية. الصواريخ التي أطلقت مصدرها الجانب السوري سقطت بالتزامن مع تشييع مواطنة من آل جنبلاط. وذكرت المعلومات أن 3 صواريخ وقعت بين الأحياء السكنية، ما أدى إلى استشهاد العامل السوري محمد عباس الذي فارق الحياة أثناء نقله من حي الروضة إلى مستشفى دار الأمل في بعلبك بعد إصابته بجروح بالغة. القصف أدى أيضا إلى جرح عامل سوري واللبناني محمد الحجيري. وعلى الفور فرضت القوى الأمنية والعسكرية طوقا أمنيا في المكان وفتحت تحقيقا في الحادث، في وقت أعلن ما يسمى بلواء أحرار السنة على موقع تويتر تبنيه لإطلاق الصواريخ على اللبوة. مجلس الوزراء يواصل جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري، ويتوقع أن يقر سلسلة تعيينات. وللمزيد ينضم إلينا من بعبدة مراسلنا شرب العبود. شرب، ما هي الأجواء لديك؟ نعم رشا، بالفعل كما ذكرت أقر مجلس الوزراء 10 تعيينات، كنا قد ذكرنا في وقت سابق بعض الأسماء منها. هذه التعيينات طبعا جاءت مناصفة ووفقا للآلية المعتمدة، وعرف منها يعني طبعا تثبيت كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي لواء إبراهيم بصبوص في منصبه كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وأيضا تثبيت مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في منصبه بعدما كان بالإنابة، وأيضا تم تعيين مدير عام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان وأيضا محافظ الجنوب منصور ضو. أما التعيينات الباقية فلا معلومات عن الأسماء، إنما من المفترض أن تكون في إحدى في هذه المواقع مديرية الآثار والنفط والكهرباء والعمل والصندوق الوطني للمهجرين، وأيضا مفتش صحي زراعي ومدير عام لوزارة الأشغال. بعض المعلومات تحدثت أنه جوزيف أبو سمرة. إذن هذا فيما يتعلق بالتعيينات، إنما هذه الجلسة انطلقت بأجواء إيجابية أكد عليها معظم الوزراء، بل جميع الوزراء الذين شاركوا في هذه الجلسة أكدوا على إيجابيتها وعلى المرونة وعلى الأجواء التوافقية التي ترافق هذه الجلسة. طبعا أشير أيضا في موضوع الخطة الأمنية إلى أنه كان هناك ترحيب من قبل وزراء طرابلس بالخطة الأمنية وتنفيذها، وهنا أود أن أشير إلى أن وزير العدل الشفيفي أكد على أن هذا الأمر أو الخطة الأمنية مريحة جدا في طرابلس، وأن المدينة أكبر من أشرف ريفي، وأن طرابلس يعني ستثبت أنها مدينة للسلام. نعم. هذه هي الأجواء، ونحن ننتظر طبعا أن تنتهي الجلسة لنوفيكم بمقرراتها. رشا. نعم، مراسل تلفزيون المستقبل شرب العبود، شكرا لك. أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة التشريعية أنه في حال أقرت سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية المشتركة بعد غد الجمعة فإنه سيدرجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل. وكانت جلسة اليوم أقرت قانون المياومين معدلا وقانونا بجعل إجازة الأمومة 10 أسابيع. التقرير لجوانا ناصر الدين. إنجاز تشريعي وانتصار عملي تمثل بطي ملف المياومين في اليوم الثاني من الجلسات التشريعية في مجلس النواب، الذي صادق على اقتراح قانون معدل يقضي بملء المراكز الشاغرة في الملكات الإدارية والفنية بحسب حاجاتها في مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تشمل مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق عن طريق مباراة محصورة للعمال المياومين وغب الطلب وجبات الإكراء يجريها مجلس الخدمة المدنية. البند كان الأول على جدول الأعمال، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على موضوع التعويضات، والذي يشمل تعويض نهاية الخدمة لمن يجتازون المباراة بنجاح وهم العمال دون 56 عاما، وذلك باحتساب كل 3 سنوات خدمة بمثابة سنة واحدة. أما الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و64 والذين لا يحق لهم الاشتراك في المباراة فيسدد لهم 2 شهر عن كل سنة بدل تعويض. كان في كلام عن التعويض كمان يلي هن مش قادرين يشاركوا بسبب العمر، بينعطوا أكتر لأنه ما رح يكون عندهم إمكانية لا يتوظفوا ولا يتثبتوا، وبالتالي هذا الموضوع صار في تعديل لهالتعويض ليصبح 2 شهر من الشهر. كل الكتل البرلمانية كانت متفهمة لهذه الاقتراحات المحقة والعادلة. إنجاز آخر تحقق بإقرار مجلس النواب قانونا يقضي بجعل إجازة الأمومة 10 أسابيع بدلا من 7. مع أنه نحن طرحنا أنه نطلع على 12 أسبوع يلي هو المعايير الدولية بهذا الملف، ولكن الإنجاز ب10 أسابيع هو إنجاز بالنسبة لنا كتير كبير.
جدل كبير أخذه الاقتراح المتعلق بتثبيت كتاب العدل، فشكلت لجنة لدرس اقتراح القانون ومنحت بعض الوقت لوضع نص موحد أقر على أساسه مع تحفظ الوزير نبيل دوفراج، ويقضي بإجراء مباراة محصورة بإشراف لجنة قضائية، ومن يسقط في المباراة يمنع من التكليف مجددا. مشاريع عدة أقرت وغيرها أعيدت إلى لجنة الإدارة والعدل أو اللجان المشتركة لدرسها مجددا، فيما أرجي البت باقتراح تنظيم مديرية الدفاع المدني إلى جلسة الأسبوع المقبل بطلب من الوزير نهاد المشنوق. وكسر المناقشات الجدية جو من المزاح والفكاهة بين الرئيس بري والنواب، ولعل أبرزه ما قاله بري للسنيورة: من أيمتى كنت كريم هالقد؟ وما رد به على الوزير بطرس حرب الذي طالب بإجازة أمومة للرجال انطلاقا من مبدأ المساواة، فرد بري: نحن كمان بدنا نخلف. بعد الانجازات التشريعية التي تحققت وعلى رأسها ملف المياومين، تستمر ورشة العمل التشريعي الأسبوع المقبل في جلستين حددهما الرئيس نبيه بري يومي الأربعاء والخميس، على أن يكون مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول الأعمال في حال أنجزته اللجان النيابية المشتركة. من ساحة النجمة، جوانا نصر الدين، تلفزيون مستقبل. حياتيا عم الإضراب والإدارات والمدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة تنفيذا لقرار هيئة التنسيق النقابية. الإضراب ترافق مع اعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. المدارس خالية تفتقد الطلاب، الأساتذة لم يحضروا، فاليوم إضراب. إضراب عما كافة المدارس الرسمية والخاصة وجميع الإدارات العامة في مختلف المناطق اللبنانية. استعيد عن يوم العمل باعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. برفع الأيدي صوت المعتصمون موافقين على توصيات هيئة التنسيق النقابية الداعية لمزيد من التصعيد في حال لم تخرج جلسة اللجان النيابية المشتركة الجمعة المقبل بنتائج إيجابية. الأسبوع القادم بعد الجمعة بدها تقرر سلسلة الرتب والرواتب. احذروا غضبنا، سنكمل المسيرة. حذاري حذاري من ضرب الموظفين في قانون السلسلة. الطلاب دعموا أساتذتهم، وللإعلاميين كان حضور وكلمة. أعطوهم أيها المسؤولون حقوقهم من أجل أن نعود إلى المقاعد الدراسية. عيب عليكم يا مسؤولين، هيدا المبلغ اللي عم بياخده أنا قلتوا لخدامكم اللي عم بتقوم برفاهيتكم ما بيقبلوه. عناصر الدفاع المدني شاركوا مطالبين بتثبيتهم وقطعوا طريق الكولا لتحقيق مطالبهم مهددين بالتصعيد. أنا نازل على البحر، أول نهار بدي أعتصم على الرمل، تاني نهار بدي أنزل على المي، تالت نهار بدي أسبح، يمكن السمك أولى بلحمة. وزير التربية الياس أبو صعب حضر متضامنا. وجهت الرسائل، خفتت الحناجر، وأبقت هيئة التنسيق اجتماعاتها مفتوحة حتى إشعار آخر. جلسة الجمعة للجان النيابية المشتركة مفصلية بالنسبة لهيئة التنسيق، فهي تعلق عليها أمالا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإن لم تقر فالتصعيد آت وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية وإلى تعطيل الإدارات العامة. من ساحة رياض الصلح، منير الربيع، تلفزيون مستقبل. بعد انتهاء اعتصام القطاع العام وقف عاطل عن العمل شبه عار بعد أن خلع ملابسه في وسط بيروت للتعبير عن فشله بإيجاد عمل. وتفاجأت القوى الأمنية بالرجل وهو يرتدي سرواله الداخلي فقط ويحمل يافطة كرتونية كتب عليها: أنا إنسان، أنا لبناني، أنا حمار، للتعبير عن استيائه من عدم تمكنه من إيجاد أي عمل أو وظيفة. أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة أموس هوكستين أنه يسعى إلى إيجاد حل بين لبنان وإسرائيل بشأن موضوع النفط في المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين. وفي حديث خاص لبرنامج انترفيوز يعرض في حلقة الليلة ضمن مقابلة مع وزير الخارجية جبران باسيل، قال أموس أنه مع وجود حكومة جديدة في لبنان يمكن إحراز تقدم في موضوع النفط. When I was here in November,
عرضت علي العديد من الأسئلة والأفكار خلال زيارتي السابقة إلى لبنان في شهر تشرين الثاني الماضي، وأنا هنا اليوم من أجل متابعة الموضوع وإعطاء الأجوبة. الوقت جيد للبنان ويجب الاستفادة منه، خصوصا مع وجود حكومة جديدة، بحيث يجب إحراز تقدم في موضوع النفط. يجب أن يكون هناك تصور وأفكار مشتركة بين كافة الأطراف في لبنان كي يكون هناك موقف موحد، وآمل أن أحصل على جواب إسرائيلي موحد كي نحرز تقدما في حل المشكلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. يجب التطلع إلى حل المشكلة بين الجانبين وفق رؤية شاملة وأوسع، لأن ترسيم الحدود البحرية مختلف تماما عن ترسيم الحدود البرية. الأجهزة الأمنية في أوروبا تطلق خططا أمنية لمنع تهريب الأموال التابعة لحزب الله. حلقة جديدة من مسلسل تورط حزب الله بتبييض الأموال في الخارج تضاف لسجله، ففي تطور لافت أعلنت الأجهزة الأمنية في أوروبا عن قيامها بعملية منسقة تهدف إلى منع تهريب الأموال التابعة لحزب الله في لبنان من خلال معابرها الجوية. العملية جاءت بعدما اكتشفت أجهزة الأمن في أوروبا نشاطا غير مسبوق لشبكات مالية تبين أنها مرتبطة بالحزب. ووفق المعلومات المتوافرة من مصادر واسعة الاطلاع، فإن شبكات تهريب الأموال هذه لا تضم لبنانيين من جميع الطوائف فحسب، بل تضم إسرائيليين أيضا، وهم من الفئات التي تبغي الكسب المادي وتعمل في تبييض الأموال. لكن أكثر ما فاجأ أجهزة الأمن الأوروبية بروز أسماء في الشبكات لم تكن تدور حولها سابقا أي شبهة، ولم يعرف لها أي نشاط سياسي. ويأتي الاستنفار هذا لشبكات حزب الله المالية بعد ورود تقارير تشير إلى حاجة الحزب الماسة إلى الأموال في الوقت الراهن بسبب تصاعد مشاركته في الحرب في سوريا. ووضعت هذه الأجهزة تصورا كاملا للمعابر التي يستخدمها عملاء حزب الله الذين جرى استنفارهم في الآونة الأخيرة لتوفير أموال للحزب، وخصوصا عبر شبكاته المنتشرة في أفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية. وتكتمت الأوساط الأوروبية عما إذا كان لديها موقفون، واكتفت بالقول نسيطر شيئا فشيئا على الوضع. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الأسترالية أعلنت منذ أشهر عن تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال كانت تتعامل مع حزب الله. المسائية مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجربة يزور ريف اللاذقية على وقع احتدام المعارك فيها. مقتل جنود يمنيين ومسلحين في اشتباكات تلت هجوما على منطقة عسكرية بعدن. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. ترحيب باستكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس. والإضراب يشل الإدارات والمدارس للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. مجلس النواب يقر قانون المياومين معدلا ويمدد إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع. أهلا بكم من جديد. يوم أمني بامتياز شهدته العاصمة المصرية القاهرة التي كانت على موعد مع سلسلة تفجيرات. وفي ردود الفعل دانت الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين الهجمات التي وصفتها السفارة الأمريكية بالجبانة. هزت 3 انفجارات محيط جامعة القاهرة في خلال ساعتين بالقرب من ميدان النهضة، ما أسفر عن مقتل العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة عدد من الضباط من قوى مديرية أمن الجيزة. وقالت مصادر وزارة الداخلية إن الانفجارات نجمت عن عبوات ناسفة بدائية الصنع استخدمت فيها مواد شديدة الانفجار تمت زراعتها على عدد من الأشجار بالقرب من النقطة الأمنية المكلفة بتأمين كلية الهندسة التي تقع خارج مجمع كليات جامعة القاهرة. كما تمكنت قوات الحماية المدنية من إبطال مفعول قنبلة رابعة عثرت عليها هناك بالتزامن مع العثور على سيارة تحتوي مادة التي المتفجرة في محيط الجامعة، في وقت أخلت الشرطة الطلاب بمدرستي السعيدية الثانوية والجيزة الإعدادية القريبتين من موقع الحادث. وفي المواقف دانت جماعة الإخوان المسلمين التفجير معتبرة أنها فشل جديد من وزارة الداخلية في حماية الطلاب، فيما وصفت السفارة الأمريكية في القاهرة هذه الهجمات بالجبانة. إلى سوريا، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد والجيش الحر في ريف اللاذقية سيطر خلالها الثوار على مناطق عدة. موسيقى
يواصل الطيران الحربي السوري شن غارات جوية على عدد من قرى في جبل التركمان المحيطة ببرج 45 الاستراتيجي في ظل تزايد التصعيد العسكري في مناطق الساحل السوري، مع قيام كتائب الأسد والجيش الحر بتعزيز قواهما العسكرية في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، حيث تسعى قوات النظام إلى استعادة السيطرة على المنطقة، في حين تسعى قوات المعارضة إلى الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية. وتبنى الجيش الحر المسؤولية عن هجوم بالصواريخ على قرية البهلولية في اللاذقية، بينما تعرضت مناطق عدة سيطر عليها الثوار في اللاذقية لقصف بالبراميل المتفجرة. في منطقة الشيخ نجار بحلب ألقى الطيران الحربي 14 برميلا متفجرا على المدينة الصناعية، في حين سقط عدد من القتلى والجرحى، بينما أغار طيران النظام بالبراميل المتفجرة على حي الصخور وسط مدينة حلب. وفي ريف دمشق الشرقي شن الطيران المروحي غارات جوية مكثفة على بلدة المليحة والمدن المجاورة، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة في دومة جراء محاولة اقتحامها من قبل القوات النظامية من الجبهة الشمالية للمدينة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد قوات النظام. زار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة مناطق عدة في ريف اللاذقية. على وقع المعارك الضارية التي يشهدها ريف اللاذقية بين قوات النظام وفصائل المعارضة، زار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة مناطق تخضع لسيطرة الثوار في محافظة اللاذقية، أبرزها جبل التركمان وجبل الأكراد. وخلال زيارته التقى الجربة عددا من الثوار في الغرفة العسكرية الموحدة، ووقف هناك على الأوضاع العسكرية، مؤكدا أنه لمس معنويات عالية لديهم. ممكن يكون علينا ضغط في سبيل إيقاف هذه المعركة يكون واهم ومخطئ. نحن لو نقدم دمنا يكون قليل في سبيل إعلاء شأن الثورة السورية، وتعرفون منطقة الساحل هي من أخطر المناطق وخط أحمر حقيقي بالنسبة للنظام. أنتم تجاوزتوا هذا الخط الأحمر ودستوا عليه بنعالكم وراسكم مرفوع ورفعت رؤوسنا، وإن شاء الله تكفون بهذه المعركة ونحن معكم. كما شدد الجربة على ضرورة أن يكون هناك دعم حقيقي للجبهة، لافتا إلى أن الائتلاف قدم دعما للجبهة. وتأتي هذه الزيارة لتدحض إشاعات تلفزيون نظام السوري الذي زعم أن كتائب الأسد استعادت السيطرة على المرصد 45 وهي تلة استراتيجية في ريف اللاذقية، الأمر الذي نفاه ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان. استعادت قوات الأمن اليمنية السيطرة على مبنى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بمدينة عدن جنوبية اليمن بعد اشتباكات ضارية مع مسلحين هاجموا المقر. كان المهاجمون استهدفوا المبنى بسيارة مفخخة في محاولة لاقتحامه، أعقب ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار بين الحراس والمسلحين استمر ساعات عدة، وأفيد بأن الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود وعشرة مسلحين وثلاثة مدنيين. وفي النشرة بعد الفاصل، طلاب الجامعة الأمريكية في لبنان يبدأون إضرابا مفتوحا. في الرياضة، الصفاء يتأهل رسميا إلى الدور الثاني من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في بعبدة حفل لإطلاق مشروع اللامركزية الإدارية. طالب الرئيس ميشيل سليمان برئيس قوي للجمهورية وليس ضعيفا يتابع مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ومقررات الحوار. كلام سليمان جاء خلال حفل إطلاق مشروع اللامركزية الإدارية في القصر الجمهوري. المهم أن نتابع مناقشة الاستراتيجية كما سمعنا مع الرئيس الجديد، وأنا أصر على الرئيس الجديد، رئيس قوي وليس رئيسا ضعيفا، ولكن رئيس لبناني عربي توافقي إذا أمكن، أو منتمي إلى خط سياسي لبناني، خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان. لا يمكن المباشرة ببناء الدولة بدون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لتحصين لبنان ولحماية الجميع بمن فيهم المقاومة. بدوره شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على مركزية قرار السلاح كشرط أساسي لبناء الدولة.
فالأمن والأمان وصون السلم الأهلي وحماية وحدة المجتمع والكيان لا تستقيم إلا بمركزية قرار السلاح سلما وحربا في الأطر الدستورية الخاضعة للمحاسبة، فلن تقوم الدولة إلا على معادلة الدولة أولا والدولة ثانيا والدولة ثالثا. هناك مسؤولية وشرف ووطنية طبعا عند الجميع، ولكن أولا عن قوى الأمن الداخلي التي قدمت في الأسابيع الماضية 3 شهداء لم يتحدث عنهم أحد، لا من الخاص ولا من العام، ولا أعرف ما هي النظرية التي تقول أن هناك شهداء من القديسين وهناك آخرين من الشياطين. الوزير السابق زياد بارود قدم خلاصة لعمل اللجنة الخاصة على المشروع والمؤلف من 147 مادة، وقد اعتمدت القضاء كوحدة لا مركزية ذات صلاحيات، وأشار في مداخلته إلى أن ما تقدم عبارة عن مقاربة موضوعية وبرسم الطرح والمناقشة، ولن يتحول إلى مشروع إلا بعد مناقشته وإقراره في مجلس الوزراء. دعا المطارنة الموارنة لانتخاب رئيس قادر وفاعل ضمن المهل الدستورية. أكد المطارنة الموارنة تطلعهم بأمل كبير لنجاح الحكومة الجديدة في مهمتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب عملا دؤوبا لتأمين خير اللبنانيين. وبعد اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي، أبدى الأباء ارتياحهم لتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، مؤكدين أن أي ارتهان للخارج فيه خسارة أكيدة. يبدي الآباء ارتياحهم لبدء تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة في مدينة طرابلس، ويتمنون أن تعمم على المناطق الساخنة الأخرى. يناشد الآباء القوى السياسية وفي مقدمها نواب الأمة الإسراع في القيام بهذا الواجب الوطني ضمن المهلة الدستورية واختيار رئيس للبلاد قادر وفاعل. وأمل المطارنة الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية لطي صفحة مؤلمة في تاريخ العلاقة بين لبنان وسوريا. رأت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أن حملة حزب الله على رئيس الجمهورية تهدف إلى فرض دفتر شروط على الرئيس المقبل. توقفت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أمام تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، معتبرة أنه قرار سياسي جريء يصب في إطار تنفيذ القانون أولا واستجابة لنداءات أهالي طرابلس ثانيا. تؤكد الأمانة العامة لقوى 14 أذار أن العدل هو أساس الملك، والمطلوب توقيف كل المطلوبين والمرتكبين من أي جهة كانوا، وخاصة أولئك الذين دبروا ونفذوا تفجيري مسجدي التقوى والسلام في شهر آب من العام الماضي. وشجبت الأمانة الحملة التي يشنها حزب الله بوجه رئيس الجمهورية، واعتبرت أن هذه الحملة الجائرة لا تطال الرئيس فحسب، وإنما تطال مقام رئاسة الجمهورية، وأن الحزب يهدف من خلالها لفرض دفتر شروط على الرئيس المقبل. إن تطاول حزب الله على الدولة ورموزها لا يجوز أن يستمر، ونعاهد اللبنانيين السعي إلى انتخاب رئيس يغلب مصلحة الدولة والقانون على كل اعتبار آخر. الأمانة رأت أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب يجب أن تستكمل بانتخاب رئيس للبلاد ضمن المهل الدستورية ومنعا للفراغ. تناقلت وسائل الإعلام معلومات عن نقص حاد في الأدوية داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وسط تأكيد الإدارة أن الأمر غير صحيح. تقرير محاسن مرسل حلبي. نقص الأدوية في مستشفى الحريري يتسبب بوفاة مريضين. معلومات صحفية تحدثت عن أن الكادر الطبي في مستشفى الحريري الجامعي لم يستطع إسعاف أحد هؤلاء المرضى لنقص في الأدوية التي تتطلبها حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته. المعنيون في المستشفى نفوا الخبر جملة وتفصيلا. هالشي ما له أي أساس من الصحة. ما بقول إنه ما في نقص، بس ما في شيء سبب انه مريض يتوفى او مريض ما يتحكم مظبوط في هذا المستشفى. بتمنى على وسائل الاعلام انه تتوخى بالدقه انه حق الرد من اي شخص، وقد نلجأ
مثل ما لجأنا بالماضي للقضاء. وعلى الرغم من المشاكل المادية التي تعاني منها المستشفى، إلا أنها حتى اليوم تستقبل ما استطاعت إليه سبيلا من المرضى. حوالي 35% من مرضى المستشفى هن في غرف العناية الفائقة، وخلينا نشوف أي مستشفى بتقدر تتحمل 35% من مرضى وشو وضعهم الاجتماعي. أنت بتعرفي من يأم هذا المستشفى. وبعد طول انتظار تمكنت المستشفى من دفع المستحقات القديمة لموظفيها ونسبة 80% من راتب شهر آذار، ولكن الموظفين يطالبون بتسكير 20% المتبقية. بصراحة يعني ما حدا مرتاح بالبلد. هلأ نحن عم نقدر نقدم ما نستطيعه. مستشفى يعيش من قلة الموت يتأرجح في دوامة المشاكل الدائمة، فهل من متبصر بأن غالبية مرضاه من اللبنانيين الفقراء؟ أعلن طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت إضرابا مفتوحا احتجاجا على رفع الأقساط. لم تنجح محاولات طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت بإقناع الإدارة بخفض الزيادة في الأقساط. نصبوا الخيم، رفعوا الصوت عاليا أمام مبنى إدارة الجامعة بعدما لم يستجب رئيس الجامعة بيتر دورمان لأي من المطالب. الزيادة الحتمية على الأقساط قابلها إصرار حاسم على ضرورة التحرك، فأعلن الإضراب المفتوح في كل مكان داخل الجامعة. المشكلة اللي صارت معنا أنه قدمنا لهم طلبات، قدمنا لهم مطالبنا، الجامعة ما كلفت خطرها حتى ترد على مطالبنا، ردت بس على مطالب الأساتذة. فنحن ارتعينا أنه هاي خطوة تصعيدية شوي، بلكي هيدي بتفرجي العالم اللي عم بفوتوا على الجامعة وعلى الإعلام أنه في ظاهرة بالجامعة، في تلاميذ إذا مش كل التلاميذ ما بدهم هالزودة القصد وما بدهم شفافية مالية بالجامعة. لا تراجع عن المطالب، والتحرك لن يتوقف حتى تجميد الزيادة على الأقساط وتوقيع عقود مع الطلاب الجدد يحدد بموجبها قسط ثابت، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. مأساة إنسانية دفعت عاملا سوريا إلى رمي نفسه من الطابق الخامس من المبنى المقابل لثكنة صربة على المسلك الغربي للأوتوستراد بعدما طرد من عمله، رغم محاولات عنصر من قوى الأمن وفريق الصليب الأحمر ردعه عن الانتحار. وتبين من بطاقة المنتحر أنه يدعى عمر الحسين أحمد من الميادين في دير الزور من مواليد عام 87. لا 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 عجل يا عجل مشوا مشوا مات زلوا زلوا نزل لك عجل من تاني مايلة من تيابو من تاني مايلة يا دركة اوه من تاني مايلة مشوا مات زلوا زلوا نزل زل على الطابق لتحت زل على الطابق زلت لا 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 لا. وفي صيدا أقدمت الفلسطينية السورية روضة إبراهيم الحسن وتبلغ 50 عاما من العمر على الانتحار بعدما رمت بنفسها من الطابق الثالثة من شرفة مبنى سكني في منطقة سيروب في صيدا، ما أدى إلى وفاتها على الفور. وتبين أنها كانت تتناول أدوية أعصاب وأنها تعاني من اضطرابات نفسية. نظم قطاع المرأة في تيار المستقبل احتفالا لأطفال مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري بمشاركة منسق عام تيار المستقبل في منطقة حاصبية مرجعيون عبدالله عبدالله ومنسقة قطاع المرأة في المنطقة تهامة غدار و25 سيدة من سيدات القطاع. وتخلل الاحتفال توزيع الهدايا على 35 طفلا. نصل الآن رشا إلى الفقرة الاقتصادية مع زميلة ريما نجار، على أن نكون بعدها مع النشرة الرياضية مع زميل صبحي قبلاوي. نبدأ اليوم مع مقال إيجابي عن لبنان نشر على موقع CNN على الإنترنت. هالمقال بيركز على النمو الاقتصادي ببيروت وخصوصا بقطاع العقارات، حيث ما عم تخلى المدينة من المشاريع والتخطيطات.
فبالرغم من التفجيرات والاضطراب الأمني بالإضافة للنزاع السوري المستمر يلي خلقت جو من القلق عند اللبنانيين، ما تأثر قطاع العقارات بشكل كبير. وبالأرقام فبعهد الازدهار الاقتصادي سنة 2010 ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 36% ليوصل لما يقارب 9.5 مليار دولار. أما السنة الماضية فبالرغم من التباطؤ يلي شهده البلد انخفض شراء العقارات ل 2.4% فقط ل 8.7 مليار دولار، انخفاض بسيط جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية الصعبة يلي عم نعيشها. والجدير بالذكر أنه يوجد حاليا 400 مشروع عقاري قيد التطوير ببيروت بمساحة إجمالية بتبلغ نحو 2 مليون متر مربع. ننتقل لجلسة نهار الثلاثة ببورصة نيويورك، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية مع دفع أسهم المستهلك والتكنولوجيا مؤشر S&P 500 لأعلى مستوياته بعد زيادة بمؤشر الصناعات التحويلية يلي عززت التفاؤل بالاقتصاد الأمريكي. أيضا أنهى مؤشر سوق دبي المالي عن مستويات جديدة للمرة الأولى من 4 أيلول 2008 وحقق مكاسب قوية تخطت 1.5%. أغلق سهم أعمار فوق مستوى 10 درهم للمرة الأولى من جلسة 10 آب 2008. ومننهي مع دماك العقارية اللي حددت سعر الاسترشادي لإصدارها الأخير من الصكوك المقاومة بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنين بحدود 325 نقطة فوق معدلات صفقات الدين التبادلية بعد ما تلقت عروض بقيمة 2.25 مليار دولار. من جهة تانية أكد رئيس مجلس إدارة دماك أنه دبي بتمثل السوق الرئيسي للشركة حيث بتجني 80% من عائداتها من الإمارة. أشار أيضا إلى تنوع نشاطات الشركة ببلدان أخرى مثل السعودية حيث بتتوفر فيها فرص كبيرة. بحب أذكر أنه دماك هو أول مطور للعقارات بدبي على قائمة الأسهم بلندن. أما السكوك رح بتكون موجودة ببورصة إيرلندا وبورصة ناسداك دبي. أما المصارف اللي عم بتدير هالعملية فهن سيتي جروب، باركليز، دويتش بانك، بنك دبي الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الوطني وبنك الإمارات دبي. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. مساء الخير، اخبار الرياضه من تلفزيون المستقبل. بنبلش اخبارنا من كره القدم المحليه وانجاز جديد حققه فريق الصفا بطل لبنان بعد ما تاهل رسميا للدور الثاني من كاس الاتحاد الاسيوي للفوتبول بفوزه من شوي على فريق السويق العماني 1-0 على ملعب مدينه كمير شمعون الرياضيه ببيروت. وهالفوز هو الرابع على التوالي للصفا بالمسابقه، وسجل هدف الفريق اللبناني الوحيد اللاعب علي كركي. وبهالفوز حافظ الصفا على صداره المجموعه الرابعة من دون ولا أي خسارة. وبالفوتبول الأوروبي وضمن التشامبيونز ليج أوقف مانشستر يونايتد سيطرة نادي بايرن ميونخ الألماني وحرمه من متابعة انتصاراته على ملعب الأولد ترافورد بإنجلترا بمباراة انتهت بالتعادل 1-1. وتأجل الحسم بمباراة بايرن ومانشستر يونايتد إلى مباراة الإياب بعد ما نجح فريق الشياطين الحمر بتحقيق هدفه وقيادة البايرن إلى التعادل. وكمان انتهت المباراة الثانية بالربع النهائي بالتشامبيونز ليج بين برشلونة الإسباني وأتلتيكو مدريد الإسباني، كمان بالنتيجة نفسها 1-1. ويمكن اختصار المباراة والشوط الأول منها بالمعاناة، فقد شهد هالشوط معاناة كبيرة لتشكيل خطورة حقيقية على أحد المرميين. وكل فريق عانى كمان من ناحية اللاعبين، حيث أصيب جيرارد بيكي لاعب برشلونة وهو رح يغيب عن صفوف الفريق الإسباني لمدة 4 أسابيع. وكمان أصيب لاعب أتلتيكو بخيبة كتير كبيرة هو دييغو كوستا يلي ما قدر يكمل المباراة. الليلة بتتابع مباراة دور ربع النهائي من التشامبيونز ليج، وعلى أرضه بيستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق تشيلسي الإنجليزي. ومن المتوقع أنه تكون المباراة قوية لأنه الفريق الفرنسي هالموسم هو واحد من الأفضل بأوروبا. باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة والاعتماد على زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 10 أهداف لهلا. فاز الفريق الفرنسي بدور ال 16 على ليفركوزن الألماني 4-0 و2-1، سجل 22 هدف ودخل مرمي 6 أهداف. حاليا الأول بفرنسا مع 76 نقطة وبفارق 13 نقطة عن موناكو قبل 7 مراحل على النهائي.
باريس سان جيرمان رح يواجه فريق تشيلسي تاني الدوري الانجليزي واللي سقط قدام كريستال بالاس بالمباراه الاخيره. تشيلسي احتل صداره المجموعه الخامسه بالدور الاول برصيد 12 نقطه وتغلب بالدور الثاني على جالاتا سراي التركي 2-0 من بعد ما تعادل معه ذهابا 1-1. تشيلسي بقياده مورينيو سجل لهلا 15 هدف ودخل مرمي 4 اهداف. وبالمباراة الثانية بيلعب ريال مدريد الإسباني ودورتموند الألماني بإعادة لسيناريو العام الماضي ولكن بظروف مختلفة ومع تراجع ملحوظ لمستوى فريق دورتموند. ريال مدريد رح يواجه فريق بروسيا دورتموند. ريال تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وفاز بسهولة بدور الثاني على الشالكة الألماني 6-1 و3-1 على التوالي. الاعتماد رح يكون بشكل خاص على كريستيانو رونالدو صاحب 13 هدف لهلأ ومتصدر الهدافين. ريال سجل 29 هدف ودخل مرمي 7 أهداف علما أنه عم بحارب على 3 جبهات حاليا. دورتموند تصدر المجموعة السادسة بالدور الأول مع 12 نقطة وفاز بالدور الثاني وبصعوبة على زينيت سان بيترسبورغ الروسي 4-2 وخسر الإياب على ملعبه 1-2. سجل 16 هدف بينتهم 6 أهداف لليفاندوفسكي ودخل مرمي 10 أهداف. بيحتل المركز الثاني بالدوري الألماني وبفارق نقطة بس عن فريق شالكي. وإذا الأمور مشيت بشكل طبيعي ما لازم يلاقي ريال مدريد أي صعوبة ليتأهل لدور نصف النهائي. لهم نوصل لختام الرياضة لليلة ولكن النشرة بعدها مكملة معكم وعودة لعند محمد زينب. شكرا لك صبحي. والآن مشاهدينا إلى صفحة الأحوال الجوية. بونسوار. طقس صح وبلا شتاء، ها رح نرجع نشهد انخفاض بدرجات الحرارة هالأسبوع، أكيد منشوف بعد شوي. هلا منروح على صورة وشمسية ومن الجرافيتي بشوارع لبنان، رح نروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها ومنبلش جولتنا بتونس 25، الجزائر 17، القاهرة 26، بغداد 26، دمشق 21، عمان 19، وأخيرا منختم مع الكويت 25، أما الرياض عم تسجل 36 درجة. نرجع على لبنان، ساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 19 والخمس درجات، بالجبل بتسجل 13 درجة أقصاها 5 أدناها، أما بالداخل بتتراوح بين 20 والخمس درجات. خريطتنا اللي بتروح من الشمال على الجنوب رح تفرجينا الطقس ببعض المناطق اللبنانية. عكر 18، طرابلس 19، الأرز 7، الكورة 16، الهرمل 19، القاع 18، بعلبك 16، الرياق 18، منكفي ومنوصل على جبال 17، فريا 12، جونية وبعبدة 19 درجة، بيروت كمان عم بتسجل 19، زحلة 17، شطورة وعنجر 16، مشغرة 17، جزين 18، رشية 19، مرجعيون 17، بنت جبال 18. نختم أخيرا مع صيدا 17، أما صور وكانا عم بسجلوا 18 درجة. بكرة الخميس نهارنا رح يكون غائم جزئيا مع حرارة بتسجل أقصها 19 أدنيها 10. نهار الجمعة كمان رح يكون غائم جزئيا، أما نهار السبت طقسنا رح يكون ربيعي وبتسجل حرارة أقصها 22 وأدنيها 16. انتبهوا من الضباب ومن انخفاض الحرارة على المرتفعات. ولهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وإلى دي إن إيه مباشرة بعد هذه النشرة، حيث يتناول الزميل نديم قطيش الخطة الأمنية في طرابلس. ولكن قبل ذلك تذكير بعناوين المسائية. طول عمرهم يطلعوا لعنا ونروح لعندهم. ترحيب باستكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، والجيش والقوة الضاربة في شعبة المعلومات يواصلان انتشارهما في جبل محسن والتباني. الأسبوع القادم بعد الجمعة بدأت تقرر سلسلة الرتبة والرواتب. الإضراب يشل الإدارات والمدارس، مجلس النواب يقر قانون المياومين معدلا ويمدد إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع. هجمات متتالية في محيط جامعة القاهرة، جماعة الإخوان تندد وواشنطن تصفها بالجبانة. أطيب التمنيات من تلفزيون المستقبل وإلى اللقاء. إلى اللقاء. لا توضع أمامه خطوط حمر.